الجلال والجمال والسلام والبهاء. دمعه على خد طفل، لكن لاجل العراق وما ارق الدموع. واين الطفوله في من هلك؟ يجيب العراق وابناؤه الثكالى. وكأن أطفالكم مستهدفون من كل الجهات بالرصاص والجوع، تضيع خارطة المستقبل. يقول المتربصون إنهم لا يريدون جيلا قادما إلا وقد تجرع الخوف والجهل ليكون إرهابيا بامتياز. أما صناعة الموت وتجارة السلاح فكان البيع فيها رابحا، ليفقد 5 ملايين طفل أملهم في واقع التعليم والصحة. أصبحوا متسولين يمدون يدهم إلى العراق، لكن هناك من يقطع الأمل. وما أصعب لغة الأرقام على مسامعك أيها العراقي، فأنت تتلقى الصدمات حتى أصبحت معلما، لكن عن الطفولة تصمت الكلمات. ويكشف تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن عن أكثر من 2114 طفلا تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل والتشويه والاغتصاب. مجرة الموتى هي إذن، وهذه البراءة المقتولة والموؤودة تحصى بين عام 2015 و2019 فقط، ناهيك عن كل يوم يخسر فيه طفل أمله في الحياة. ويهدر دم الطفولة على يد داعش الإرهابي والانفلات الأمني في كل مكان، يحمل اسما يتبنى موت العراق، ناهيك عن التسرب المدرسي والتسول والزواج القصري والتحالف الدولي الذي في كل خطأ له يزهق روح طفل كان يريد أن يعيش بحرية.